أنتقل مباشرة إلى السيد سركيس تشوبريان وهو محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب. أهلا وسهلا بك. يعني دعنا بدءا نقف على المعادن الثمينة، الذهب يعني على وجه الخصوص، حتى الفضة شهدت تراجعات لافتة. يعني البعض يرى ويرجع ذلك إلى بيانات الوظائف الأمريكية، هل هذا هو كل شيء؟ في الحقيقة لعبت بيانات الوظائف الأمريكية دور كبير بانخفاض المعادن الثمينة، حيث أن البيانات كانت إيجابية جدا وأظهرت إضافة 943 ألف وظيفة جديدة مع انخفاض معدل البطالة بأكثر مما كان متوقع إلى 5.4%. هذه البيانات الإيجابية غيرت توقعات المتداولين تجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وجعلتهم يعتقدون بأن الفيدرالي ربما سيبدأ بتقليص برامج التحفيز شهر أكتوبر المقبل، وهذا ما سبب انخفاض بالفعل في أسعار الذهب خلال تداولات يوم الجمعة الماضي، خصوصا أيضا مع العديد من التوقعات التي أصبحت تشير إلى عام 2022 لاحتمالية بدء رفع الفائدة بالاحتياط الفيدرالي، ليس كما أشار الفيدرالي سابقا بأن يتم رفعها خلال عام 2023. كل ذلك سبب بانخفاض في أسعار الذهب يوم الجمعة، لكن مع بداية تداولات هذا الأسبوع شهدنا عندما انخفض سعر الذهب بانخفاضات طبيعية، لكن عندما وصل لمستويات ما دون 1750 دولار للأونصة الواحدة هنالك تفعلت أوامر وقف خسارة وأوامر بيع متعددة وكبيرة على الذهب، مما سببت انخفاض كبير لما دون مستويات 1700 دولار للأونصة، لمس سعر الذهب مستويات حول 1678 قبل أن يرتد مرة أخرى ويرتفع. هنالك أيضا ملاحظة الارتفاع الذي حصل في الدولار الأمريكي والذي أيضا صاحبه ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية أمد استحقاق 10 سنوات على وجه الخصوص. هذه الظروف مجتمعة تسببت في ضغوط هابطة على أسعار الذهب، فهنا نلاحظ بأن المتداولين أصبحوا يراقبون توقعات السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ويتوقعون بأن يبدأ بتقليص هذه السياسات. ملاحظة أخرى وهي انخفاض التضخم أيضا في الصين، فرغم أن الانخفاض جاء بأقل من المتوقع، لكن انخفاض التضخم بالصين إلى 1% قلل مخاوف ارتفاع التضخم عالميا، ورغم أن التضخم بحسب مؤشر سعر المستهلك في الولايات المتحدة مرتفع، لكن الفيدرال أيضا يتوقع انخفاض التضخم. اجتماع توقعات انخفاض التضخم مع توقعات تقليص الفيدرالي لسياسات التحفيز كلها معا تسببت بهذا الضغط الهابط على أسعار المعادن الثمينة بشكل عام والتي منها الذهب. جيد. دعنا ننتقل لأسواق الأسهم الأمريكية والتي تشهد ارتفاعات قياسية، يعني رغم تراجعات اليوم، هل من الممكن أن يحدث فيها نوع من التغيير إذا تغيرت لهجة وسلوك الاحتياطي الفيدرالي، أم أنها تبقى مسنودة ربما بالبيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجابية؟ الآن بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية نلاحظ بأن المتداولين ينتقلون في توجههم ما بين قطاعات السوق في الولايات المتحدة وأيضا الشركات. يعني على سبيل المثال لو نظرنا إلى يوم الجمعة الماضي ارتفعت العديد من أسهم شركات البنوك ودعمت ارتفاع مؤشر ستاندرد أند بور وداو جونز لمستويات قياسية، بينما بعض شركات التكنولوجيا أذكر منها أبل أمازون مع انخفاضها يوم الجمعة الماضي بعد البيانات الاقتصادية القوية تسببت بانخفاضات في مؤشر ناسداك. هذا يخبرني بشيء مهم بأن المتداولين ربما سيتوجهون نحو الشركات التي قد تستفيد من رفع الفائدة أو تغير سياسات الفيدرال الأمريكي مثل قطاع البنوك، إلى جانب ذلك البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة الأمريكية قد تدعم توجه المتداولين إلى أسهم أو شركات تسمى بشركات القيمة أو شركات ترتبط أداؤها مع النمو الاقتصادي. من هنا باعتقادي البيانات الإيجابية ممكن تكون داعمة لأسواق الأسهم الأمريكية، لكن قد نرى بعض التباطؤ في الارتفاعات التي شاهدناها سابقا بفعل توقعات تقليص التحفيز الاقتصادي من البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، لكن هذا لا يعني توقف تام في الاتجاهات الصاعده، فما زلت اعتقد حتى لو على المدى القصير فقط باننا امام احتماليه بعض الارتفاعات قبل ان نشهد عوده لتقييم الاسواق الماليه للاسهم الامريكيه واتخاذ قرارات جديده بعدها. نعم. عندما يبدا الفيدرالي بالفعل بتقليص سياسات التحفيز الاقتصادي والتي نعم. اهمها برنامج شراء الاصول. نعم سركيس، يعني دعنا ننتقل الى النفط الذي باي حال من الاحوال شهر اغسطس ليس هو بشهر النفط، يعني يشهد في هذا الشهر تراجعات كبيره، هل
بغض النظر عن الأسباب دلتا وغيرها، هل من المتوقع أن يستمر هذا التراجع؟ بالنسبة للمدى القصير بالفعل باعتقادي بأننا أمام احتمالية بعض الانخفاض في أسعار النفط. هنالك بعض الملامح التي ظهرت مؤخرا، أذكر منها الأسبوع الماضي انخفاض تشغيل أو القدرة التشغيلية لمصافي الولايات المتحدة للإنتاج إلى تقريبا 91.3%، رافقها أيضا ارتفاع في المخزون 3.6 مليون، وأيضا شفنا أيضا ارتفاع في مخزونات البنزين. هذا كله يعطيني بعض الدلائل بأن هناك بعض الانخفاض في الطلب. وإذا نظرنا للصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فسوف نلاحظ بأن هناك بعض التشديد في الصين قد يقلق المتداولين على مستقبل الطلب على النفط. لذلك باعتقادي بأننا أمام احتمال بعض الانخفاض، لكن على المدى الأبعد قليلا. باعتقادي بأن أسعار النفط بدأت ضمن نطاقات محدودة ما بين انخفاض وارتفاع، لكن لا أعتقد بأننا أمام تغيير جذري في توجهات أسعار النفط. لكن على المدى القصير ربما سنشهد بعض الضغط الهابط مترافق أيضا مع أي مستجدات مرتبطة مع متحورات كورونا. سركيس تشوبريان، وأنت محلل الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.